يومكم سعيد. أنا سارة حجازي. النهاردة اليوم الرابع ليا للإضراب عن الطعام، وده بغرض دعم حملة أمعاء خاوية، والغرض منها أيضا هو الضغط على المجتمع الدولي وبشكل عام والحكومة الكندية بشكل خاص لوقف دعم النظام السوري، نظام بشار الأسد المجرم. أنا حقيقي ما أعرفش المفروض إيه اللي ممكن، الإجراء اللي ممكن ناخده بعد كده، يعني إيه أكبر من إن إحنا بنضرب عن الطعام أكتر من 100 رفيق حول العالم مضربين عن الطعام، في اللي حالتهم سيئة وفي اللي علق إضرابه.